مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بيت القصيد. في حلقة هذا الأسبوع نذهب وإياكم مرة جديدة إلى الأردن، ومن هناك معنا عبر الإنترنت الشاعر المتميز كثيرا الأستاذ أحمد الدقس. حياكم الله شاعرنا الجميل جدا، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد أستاذ أحمد. يا مرحبا بالأخ مصطفى مطر وببرنامج بيت القصيد والجمهور العربي على امتداد المساحة الجغرافية، كل المحبة وكل الاحترام وكل التقدير، وشكرا على هذه الاستضافة الرائعة. أهلا وسهلا بك دائما معنا في قناة الرافدين. في البداية أستاذ أحمد، يعني حبذا لو حدثنا عنك بحدود ما تحب أن نعرفه عن أحمد الدقس شاعرا وأبا وإنسانا، تفضل. لا يوجد الكثير، يعني ربما أنت يعني من الأصدقاء الذين عرفوني عن كثب، فإنسان بسيط يعني صامت على الأغلب، وترجم ما أقوله أو ما أشعر به شعرا أكثر من الكلام العادي. نعم. درست اللغة العربية في الأردن طبعا، الجامعة الأردنية، تخرجت منها، عملت في سلك التربية والتعليم، ثم استمر بي العمل حتى فترة التقاعد اللي جاءت متأخرة. نعم. قبل سنتين من الآن، وخلال هذه الفترة يعني مارست النشاط الثقافي كما على حد التعبير كما يقال، وأب لخمسة أطفال ما شاء الله. الحمد لله. طيب ماذا عن هواجس الشعر في حياتك؟ حدثنا عن موقعه ومكانه من نفسك أستاذ أحمد. الشعر يعني أستاذ مصطفى، وأنت الشاعر الذي يعني تدرك ما سأقول، تفضل. هو أقرب ما يوصف بأنه يعني طبيعة في الشاعر، أو مع أنها منحة إلهية يعني تتأتى بالشاعر، وقد تكون في مرحلة من المراحل منحة بمذاق النقمة أو نقمة بمذاق المنحة، يا سلام. لكنها في المحصلة والنهائية هي تصبح يعني حياة أخرى يعيشها الشاعر بكل تفاصيلها، معتزلا كل ما حوله، وكأنه يعني يخلق كون خاص به ليعيشه كما يريد أو كما يتمنى أو كما يشتهي. أحسنت، خذنا إلى كونك الموازي، هذا الكون المتمنى الذي تشتهيه، وأولى القصائد التي تود أن تقرأها علينا لنسبر غور هذا العالم الخاص بأحمد الدقس، تفضل أستاذ أحمد. ربما يعني سأبدأ بمقطوعة يعني قصيرة، تفضل. أقول فيها: لأني واضع للسطر نقطة، لأني شاعر والشعر سلطة، لأني منذ أن لمعت عيوني أرى الدنيا مغامرة وورطة. أوه جميل. لأني منذ أن لمعت عيوني أرى الدنيا مغامرة وورطة. أتنتظرون في الدنيا قطارا؟ أنا والله منتظر محطة. يا إلهي. ولا شتان لكني شقي، أروض ذئبة وأخاف قطة، ولولا الله ما أوتيت ملكا، ولكن زادني في الحزن بسطة. يا سلام يا سلام، ما أجملها من افتتاحية أستاذ أحمد. ربما هذا جاء نتاج أرق شديد، هذه المقاربات والمفارقات العجيبة ما بين ما هو قوي وما هو رقيق وادع وشفيف بسيط، يقودني إلى سؤالك: أكثر ما يقودك إلى الأرق، هل هو وجع معنوي أم نص شعري يتمنع عليك، أم أنه خليط من كليهما؟ لا أعرف يعني كيف أقول لك ذلك، لكن هناك علاقة يعني عجيبة. نعم. بين الحزن وبين الشعر، حتى في الحالات التي يعني لا يعني لا يجب أن يكون فيها الحزن هو العنوان الواسع أو العريض. نعم. في حالات الحب والحالات الوطن والحالة مع الأم والحالة
هذه المشاعر التي يعني تتغلف بالحزن الشفيف أحيانا هي ترتبط ارتباط وثيق بنفسية الشاعر التي تميل نوعا ما إلى الحزن. وكما قالت العرب قديما يعني ما هي أجود أشعاركم التي تقال من كبد محترقة. يا الله، فحتى ونحن سعداء نقول الشعر بحرقة أشبه بالحزن. الحزن فاكهة القصيدة وهو بساط الشعراء. أستاذ أحمد، أكثر ما يشغلك في مشروعك الشعري الشخصي ويسيطر على تفكيرك، ما الذي تطمح إليه من وراء الكتابة؟ لا أخفيك يا أستاذ مصطفى وأنت يعني تعلم يعني أنا لا أقول إني أعيش في الظل، نعم، لكني أشعر أن حاجتي من الشعر أخذتها ونلتها بمجرد يعني أن هباني الله أو حباني الله هذه المنحة. يا ولا سلام. أخفيك، لا يعني لا أخفيك، لا يوجد، لو لم يكن لدي أي طموح آخر للبحث عن الشهرة أو المادة عظيم. في هذه الموهبة، ولا أدري أن هذا عيب أم أنها ميزة، لا، هي ميزة أكيد. لكن البعض لامني على ذلك ودعاني إلى يعني أنه الآن أصبحت الموهبة يعني ليست كل شيء، بل يجب على الشاعر أن يمتلك مهارات أخرى من العلاقات الاجتماعية نعم، والبحث عن وسائل الشهرة لأقل القليل من أجل يعني أن يطلع الناس على تجربته الشعرية، فربما وافقوا الحق في هذا الجانب فقط يعني. نعم، ربما هذا يقودني إلى سؤال قريب من هذه الإجابة. أنت تحدثت وقلت إن لكل شاعر الحق في الحلم، وهناك شعراء كثيرون مروا ولم يسمع عنهم. باعتقادك ومن تجربتك أستاذ أحمد، ما الذي يحتاج إليه الشاعر حتى تبقى تجربته معمرة؟ الشاعر هو يملك كل شيء لكنه يحتاج كل شيء في نفس الوقت، يا سلام، بما أنه ملك الشعر فهو ملك تقريبا كل شيء يريده في نفسه وفي مخيلته في قدراته الخاصة على يعني التعايش مع الأشياء والمعطيات والأحداث والأفكار. لكنه طبعا إن عاش في الهامش أو في الظل أو كذا فربما في يعني هناك تقصير منا نحن كالشعراء، نعم، وهناك اللوم الأكبر يعني يقع على الجهات المختصة والراعية، لأنه الرعاية دائما كانت مرتبطة بالشعر. فنجد أنه منذ القدم الشعراء يتجهون إلى بلاط الأمير وإلى الخلفاء وإلى الأمراء وإلى الأسواق الأدبية، لكن الآن أصبحت هذه الفرص للأسف يعني غير متاحة بسهولة لولا بعض القنوات نعم، وبعض المحطات وبعض المواقع محطتكم الكريمة وبيت القصيد مثلا. إنما هذا واجبنا، أن نسلط الضوء على التجارب الواعدة والتجارب الكبيرة التي يستحق أصحابها أن نحتفي بهم أيما حفاوة. وأنت يعني مستحق لذلك استحقاق كبير أستاذ أحمد، أقول هذا عن اقتناع لا عن مجاملة أو محاباة. نريد قصيدة جديدة للأستاذ أحمد الدقس، الشاعر الأردني المتميز كثيرا. شنف آذاننا بما تحب أن نسمع. قصيدة كتبتها مؤخرا، قصيدة الأرجوحة. تفضل. الآن ظلي يدفع الأرجوحة فحبالها في قبضة المفتوحة، الحزن فلسفة يمنطقها فمي، وقصيدتي أسميتها الأطروحة. يا سلام، يا هذه السمراء كوني ليلتي حتى أكون الشعر في الأصبوحة، سيان تفضحني القصيدة بالهوى أم أنها من لهفة المفضوحة، ممنوعة أحلامنا في نومنا يا الله، لكنها في موتنا مسموحة، ممنوعة أحلامنا في نومنا لكنها في موتنا المسموحة، لن ندخل التاريخ دون ندوبنا، شكرا على أيامنا المجروحة، يا الله، لن ندخل التاريخ دون ندوبنا، شكرا. شكرا على أيامنا المجروحة،
شكرا على هذا الفناء، لأننا ليست لنا في عمرنا بحبوحة. هذا الضجيج الجهوري عدونا، يعلو على أصواتنا المبحوحة. هذه يدي مبتورة يا مقلتي، كي لا أكفكف دمعتي المذبوحة. فاضت بلادي من عيوني كوثرا، وعلى الشفاه مرارة وملوحة. عزت على السلطان صرخة حرة، كانوا كراما والخيول جموحة. أما وقد هان الكرام فإننا جثث تسير بسيرة مقدوحة. القدس تختصر الكلام بلاغة، حيث السكوت عروبة مسفوحة. القدس تختصر الكلام بلاغة، حيث السكوت عروبة مسفوحة. بغداد في السرداب يا مهدية، إن النفوس إلى هداك طموحة. الله. والشام شاهدة على جزارها، والباصمين ببصمة ممسوحة. صنعاء والسند الصحيح حديثها، إن الرواية بالأسى مشروحة. يتفاضل الشعراء في أناتهم، وعلى التراب كرامة مطروحة. يا سلام يا سلام، ما أجملك أستاذ أحمد، لا فض فوك ولا عاش شانئوك، ما أجملها من قصيدة ممتلئة بالوعي العربي والانتماء إلى طينة البسطاء من المقهورين والمعذبين، ما يثبت أننا أبناء جرح واحد وإن باعدت بيننا المسافات. أحسنت كثيرا أستاذ أحمد. حدثني الآن عن القصيدة ذاتها، طقوسها، كيف تتشكل في نفسك حتى تصل إلى المتلقين؟ الحديث الآن عن أطوار تخليق القصيدة في قلم أحمد الدقس، تفضل. لن يعني آتي بالجديد، وأنت تعلم يعني، ومعظم أصحاب هذه التجربة يعني طلعوا على إجابة هذا السؤال لدى الكثيرين من الشعراء الأكابر. فما بين من يقول أنه يذهب إلى القصيدة وما بين من تأتيه القصيدة، فنحن ضحايا القصيدة. يعني أريد الحديث هنا عن مزاجك الشخصي، مزاجك الذاتي، كيف يتعامل أحمد الدقس مع قصيدة فرضت ذاتها عليه بالتو واللحظة؟ القصيدة يعني تأخذ مني الكثير، يا سلام. مني ليس الوقت أعني تحديدا، لكن تأخذ مني الكثير من الشغف، تأخذ مني الكثير من الإرهاق النفسي. نعم. تأخذ مني الكثير من يعني محاولة يعني إرضاء القصيدة التي يعني تأتي بحاجة توافقني وتعلم ما أريد. أحسنت. فأنا أحاول أن أسترضيها بأن أعطيها قدرها ومكانتها دون تزيين، كما يقال يعني التلوين والمكياج الذي لا داعي له في القصائد. إن كنت تسمعني. نعم نعم نسمعك، تفضل، لك أن تتابع. نعم، فهذه الأجواء التي يدخلها الشاعر ليست بحاجة طبعا إلى شرفة مطلة وفنجان من القهوة أو يعني منظر طبيعي. أحسنت. وليست بحاجة أيضا إلى الدراما يعني كثيرا في إنشاء القصيدة أو يعني كتابة الشعر. فالشعر يكتب بكل يعني بساطة في أي مكان وفي أي زمان. أنا حقيقة في تجربتي يعني ألجأ إلى الليل، كما يقال الليل ستار. يا سلام، إنما هي حواسك تقودك بانسياب ينفتح على تأويلات في ذاتك تقدمها للناس على شكل قصيدة تشرح نفسها بنفسها. سنواصل التحليق من خلال قصائدكم العذبة أستاذ أحمد، لكن سنخرج إلى فاصل قصير الآن. أعزائنا المشاهدين، نذهب إلى فاصل ومن ثم نواصل. السادة المشاهدين الكرام، مرحبا بكم أينما كنتم، وحياكم الله.
ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، نذكركم معنا عبر سكايب من المملكة الأردنية الهاشمية الشاعر الجميل جدا الأستاذ أحمد الدقس. أستاذ أحمد، قبل المواصلة في القراءة الشعرية، سؤال: هل نعيش باعتقادك في زمن العزوف عن الشاعر، أم أنك ترى أن هذا الزمن أنصف الشعراء الحقيقيين؟ تفضل. صدقت في التعبير، يعني العزوف عن الشاعر قد يكون عزوف رسمي، لكن والجمهور أيضا ضحية. الجمهور نعم، جمهور الشاعر ضحية النهج. لعلنا لن لا أريد أن أتكلم في السياسة العامة، لكن هذا هو الواقع، أنه الشعر أيضا مستهدف، لأن الشعر هوية والشعر ثقافة والشعر يعني عنوان بارز للأمة العربية تحديدا. فبالتالي ظلم الشاعر وظلم جمهور الشعر. لكن هل أنصف الزمن المعاصر الشعراء الحقيقيين باعتقادك؟ الزمن المعاصر لم ينصف الشعراء الحقيقيين. هذا قولا واحدا، وأنت تعلم ذلك جيدا يا أستاذ مصطفى. حتى البرامج التي يعني نعم. على الصعيد العربي، يعني الفكرة وإن كانت يعني فيها نوع من الفائدة والدعم للشاعر، لكنها ليست خالصة تماما للشاعر. هي مشاريع ومضات من حيث الاهتمام، مشاريع ومضات من حيث الاهتمام، وليست مشاريع استدامة. نعم، ليست مشاريع استدامة. نعم، خلاصا تاما للقصيدة، فلا بد طبعا من الجوانب التجارية والربحية وإلى غيرها. للأسف. وكذلك يعني للأسف الواقع الرسمي للكثير من الدول العربية، يعني الكلمة الواحدة هي التهميش للشعراء والشعر، والسبب يعني هي أيضا سياسة عامة في المنطقة، كما نرى أنه يعني ليس الذوق العام الذي انخفض اتجاه الشعر فقط، حتى في اتجاه الأغنية، في اتجاه الفنون بشكل عام. وأنت مطلع على تجارب كما يقال أو ما نسمع عنهم المؤثرين وما يقدمون من المحتويات الهابطة في عالمنا العربي. هل تريد أن تقول أننا نعيش في زمن تلوث الأذواق والأسماع مثلا؟ تلويثها وليس تلوثها، الأذواق لم تتلوث، لكن هناك سعي لتلويثها. نعم. طيب، نقي آذاننا وأسماعنا وأرواحنا وأبداننا بجديد من الشعر. تفضل، اقرأ ما تحب. الأمل موجود ونصف الكأس الممتلئ، أنت من يعبر عنه وأمثالك من الشعراء الراقين. تفضل أستاذ أحمد. أسعد في الشعر ما يغريك كي تتأنق. جميل. قبل السقوط عليك أن تتسلق، سلم على الأحلام عند مجيئها، فخسارة الأحلام أن تتحقق. الله الله، ما أجملك. أعد من جديد متفضلا. في الشعر ما يغريك كي تتأنق، قبل السقوط عليك أن تتسلق، سلم على الأحلام عند مجيئها، فخسارة الأحلام أن تتحقق. الله ما أجملك. كن خمرة للحب، حاول مرة أن تمهل الأشواق كي تتعتق، كي لا تشيخ مع الأوان وقبله، فاصرخ بطفل فيك أن يتعلق. يا أيها القديس، حسبك ما جرى، يا سلام، من موبقات الحب قيل تزندقا. يا أولياء الشك، لست إمامكم، لكنني بين الكبائر والتقى. في الضوء ما قتل الفراشة ربما لخطيئة من قبل أن تتشرنقا. حاورت فيك من الأنوثة بحة، كيف الكلام إلى الغرام تطرقا. فلذا تركت أصابعي لقصيدتي، فاستمتعي بالحرف حين تموسقا. لا خضر يخبرني بأن سفينتي لا بد قبل نجاتها أن تخرقا. لا خضر يخبرني بأن سفينتي لا بد قبل نجاتها أن تخرق. عظيم. لي منطق الجدران تخشى نزعة للماء، إذ يرضيه أن تتشقق.
لحكمة التلويح عند لقائنا. يا سلام، حتى الوداع يقول لن يتفرق. لحكمة التلويح مجددا. لحكمة التلويح عند لقائنا، حتى الوداع يقول لن يتفرق. للبحر أن يرتاب في سلطانه من قشة تختار ألا أغرق. الله، للبحر أن يرتاب في سلطانه من قشة تختار ألا أغرق. شغف المطل على ضفافك لهفة يختار طبع النهر كي يترقرق. ويد السخية لم تكن مغلولة، فابسط يديك إلي كي نتصدق. هذا الربا المشروع كان فضيلة لمطفف يكتال منك ليرزق. الله عليك. هذا الربا المشروع كان فضيلة لمطفف يكتال منك ليرزق. إني جرير الشعر يصرعني الهوى، لو أنني في الكبر كنت فرزدقا. الله الله، ما أجملك يا أستاذ أحمد. يعني هذه القصيدة العالية المسكرة بطريقة تجعلنا نتراقص معها طربا وتعمل العقل والقلب في آن، تستحق قراءات متعددة لا قراءة واحدة. ومن الجميل أنك اخترتها لهذه الحلقة حتى يعني يشاهدها المتابعون والمشاهدون الكرام أكثر من مرة عندما يتصفحونها ويستمعون إليها في مواقع التواصل بإذن الله. أستاذ أحمد، نسمع كثيرا مصطلح شعراء حقيقيين، السؤال هنا كيف نعرفهم؟ هذا إذا كنت مقتنعا بمثل هذه التسمية. بالتأكيد، يعني لابد أن يكون في كل موجودات الحياة ما هو مزيف وما هو حقيقي. نعم. فالشعر الذي طبعا قولا واحدا لا يمكن اكتسابه. طيب كيف نعرف الحقيقي من الشعراء؟ أن الدور يتأتى على لن نلوم أصحاب الذوائق، كل يذهب إلى ما تريد ذائقته، نعم. لكن هناك أهل الاختصاص، أهل العلم، أهل النقد، من يستطيعون أن يصطفوا إلى جانب الشعر الحقيقي دون طبعا شخصنة ودون مواقف مسبقة ودون غايات أو مصالح أخرى. فالشاعر بحاجة إلى أن تظهر تجربته للعيان وأن تفند دون مجاملة ودون دخول أي عناصر أخرى في عملية التقييم. مثلا وأنت صاحب تجربة، في كثير من الشعراء ظلموا في نعم، مسابقات هي من قبل لجان تحكيم، صحيح. وفي كثير أيضا من الشعراء الحقيقيين ظلموا من أجل تصويت في برنامج ما، نعم، الاعتماد على هذا الفزع صحيح أو الاعتماد. ويحصل. نعم. فالأصل إنه الشاعر الحقيقي يجب أن لا يحتاج إلى كل هذا، يجب أن لا يحتاج إلى هذه العوامل الأخرى، يحتاج إلى الإنصاف، يحتاج إلى أهل الاختصاص. والناقد، أنا لا أقلل من أهمية النقد مطلقا، فالناقد الصادق الحقيقي بأهمية الشاعر الحقيقي. أناقد الصادق الحقيقي بأهمية الشعر الحقيقي، أجدت قولا وأحسنت أستاذ أحمد. قبل أن نخرج إلى فاصل نريد منك قصيدة جديدة، تفضل. قصيدة خاصة عن بلوغي أو مشارفتي أو دخولي في 50 من العمر. أطال الله عمرك، تفضل يا صديقي. وعمرك إلى 50 أترك 40، أقول لأمنياتي شجعيني. يا سلام، إلى 50. خذيني من يدي إلى 50، أعد إلى متفضلا. الخمسين إلى الخمسين أتركني، أقول لأمنياتي شجعيني، خذيني من يدي لأقول شكرا، فإن بردت أصابعنا دعيني. حملت قصائدي دهرا فمالت،
لتحملني، فقلت لها ضعيني أستاذ أحمد، هناك. نعم هذا لا يصح ولا يجوز، هذا مما لا يصح ولا يجوز شعرا أن نسمعه مرة واحدة. أعد علينا من البداية متكرما إلى الخمسين. إلى الخمسين أترك أربعيني، يا سلام، أقول لأمنياتي شجعيني، خذيني من يدي لأقول شكرا، فإن بردت أصابعنا دعيني. حملت قصائدي دهرا ومالت لتحملني، فقلت لها ضعيني يا الله، هناك هناك هنا، فقد بررت نفسي. فيا كل المواسم شفعيني، ويا كل النساء سقطت سهوا، فمعذرة على السهو اللعين. يا الله، ويا كل النساء سقطت سهوا، فمعذرة. فمعذرة على السهو اللعين. تمر الآن سيدة ببالي كسكين على نحر الطعين، تشكك أنني لا زلت حيا، فقلت دليلنا أن توجعيني. يا الله، رحلت إليك في كل القوافي، أنادي نحو عينيك اتبعيني، ولي تلك الدقيقة لا سواها، يا سلام، ألا تكفيك حتى تمنعيني؟ ايه والله، أنا منذ البداية ذكريات، وأنت خلقت كي تسترجعيني. أنا رجل على سفح انتظاري، وكل دوافعي أن تدفعيني. فيا غيم الذي قد شاء صبي، ويا أرض التي لم تبلعيني، خدعتك عندما هذبت شوقي، فغيبي لحظة كي تخدعيني. إيه. ستقنعك القصيدة بانكسار، يا سلام، ستقنعك القصيدة بانكساري، لينتصر العناق وتقنعيني. إلى الخمسين يخذلني وقاري، أقول لحكمتي لم تنفعيني. يا سلام، خذيني يا حياة إلى ورائي، تعجلت الفطام فأرضعيني. خذيني يا حياة إلى ورائي، تعجلت الفطام فأرضعيني. يا سلام، ما أجمله من بيت. خذيني يا حياة إلى ورائي، تعجلت الفطام فأرضعيني. مقامرة وطاولة ودنيا، وآخر جولة لتوزعين. مقامرة وطاولة ودنيا وآخر جولة لتوزعيني. ما هذا البيت يا رجل؟ ما أعظمه من بيت، ما أجملها من قفلة، أليس كذلك؟ أم أن في النص تتمة؟ نعم، أتممت القصيدة. نعم، هذا هو بيت الختام في القصيدة كان. نعم، أحسنت، أحسنت صنعا، وأحسنت شعرا، وأحسنت قراءة، وأحسنت دهشة وذهولا كذلك، أذهلتنا يا رجل، ما شاء الله عليك أستاذ أحمد. أشكرك يا صديقي، أشكرك. لابد من جولة أخرى لهذا التدفق الشعري العذب أستاذ أحمد، لكن سنخرج إلى استراحة قصيرة الآن مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من حلقتنا، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد، ومعنا من الأردن عبر سكايب الشاعر الجميل جدا الأستاذ أحمد الدقس. من جديد إليك أستاذ أحمد، عن الشعر في نفسك والأمل الذي تسعى إلى تحقيقه حتى تظل تجربتك مزهرة وعامرة، ما الذي ستفعله؟ تفضل. على الصعيد الشخصي، يعني أو أنوي في المرحلة الحالية، طبعا أنا حاليا أعدد الديوان الثاني، وبعد أن أصدرت الديوان الأول على مضض كما يقال، وبعد أن تأخر كثيرا إصداري له، نعم.
طبعا هو نتيجة موقف يعني ساخط على الواقع الثقافي والشعري، فأردت أن تكون التجربة يعني ذاتية ولا تعمم، لكن الكل أقنعني بعدم جدوى ذلك، وأن الأصل أن نحارب. الشعر هو بطبيعته محارب، يجب أن يحارب في إيصال رسالته وفكرته وإنتاجه للآخرين. فلم أرد أن أظلم قصائدي كما ظلمها الآخرون، نعم فالآن أنا على وشك الإصدار الثاني بإذن الله، يعني في القريب العاجل. نرجو من الله أن يوفقك وأن يكون مقدمة لإصدارات عديدة تربو على 40 و50 التي يعني وثقتها بقصيدتك العذبة التي قرأتها علينا قبل قليل أستاذ أحمد. وقبل أن نعود إلى الشعر مجددا، حبذا لو تكلمنا قليلا عن القيم التي ينبغي أن تظل حاضرة من وجهة نظرك في تجارب كثيرين من الشعراء ليظل وجه الحياة أكثر صفاء وإشراقا. الحقيقة أنه الشعر يعني لا سلطة، يعني الشعر هو صاحب السلطة نعم على الشعر. فلن ألوم الشعراء الذين يعني اتخذوا جانبا يعني بعيدا عن ملامسة الواقع العربي أو الهموم الإنسانية، ويعني انغمسوا في الذاتية. فهذا سلطان الشعري، سلطانهم الشعري يعني أمرهم بذلك وأطاعوه. فنجد كثير من الشعراء إما يعني أنه ذهب بذاتيته إلى الشعر العاطفة مثلا، وكلنا نحب هذا النوع من أنواع الشعر، ولا أعرف شاعرا لا يقول إلا أنه ظلم شعره، يعني إلا إذا كان يعني نعم محدود، إلا إذا كان يعني محدود الإنتاج فلا يمنع واقعنا الأليم أن يخوض الشاعر التجربة الذاتية العاطفية، ولا يمنع ايضا صاحب التجربه الذاتيه العاطفيه ان ينظر حوله في بحث عن هموم الاخرين وتحسسها وتلمسها. فالشعر يعني اعتقد انه منذ القدم لعب هذا الدور في تاريخنا العربي، لذلك كان يقال الشعر ديوان العرب، يعني لامس الوقائع والاحداث وارخ و يعني خلد الكثير من الاحداث والاشخاص في الشعر، ولولا الشعر لضاعت. فأعتقد أن نعم الشعر يعني لا ينظر إليه نوع من أنواع الرفاهية نعم أو الكماليات بمقدار ما هو حاجة ماسة للأمم والشعوب. وعلى الشعر أن يكون ديوان غيره تماما كما هو ديوان ذاته وتجربته الخاصة. نريد قصيدة جديدة يا أبا هيثم، خذنا نعم إلى نص شعري جديد، حلق بنا إلى الأعالي التي تحب. جرحي وجراحي يا سلام، وهذا البنج، جرحي وجراحي وهذا البنج، لو يبترون مشاعري قد أنجو. جرحي وجراحي وهذا البنج، لو يبترون مشاعري قد أنجو. لا ذنب للصلصال، إن خطيئتي روح الحرير وقلبي الإسفنج. الله. لا بوح، لا ذنب للصلصال، إن خطيئتي روح الحرير وقلبي الإسفنج. لا بوح للطنبور دون أنامل، فبها يحن إلى الغناء الصنج. الآن لا دمع يفتت مهجتي، كلا ولا يغلي الدماء الغنج. أعلنت أني عاشق ضد الهوى، فلقد يثور على الخلاص الزنج. الآن ينسى الياسمين دمشقه، وينام في أحزانها النارنج. سأخونك الأعراق، أكذب مثلهم، عشق البلاد وضمها الإفرنج. أمسيت شاها، كيف أصبح بيدقا والموت ما تطوى به الشطرنج. الله الله، ما أجملك يا أستاذ أحمد، مبدع مبدع بكل معنى الكلمة. وهذا رأيي كمتلقي،
وليس الرأي بالنقد، وإنما أعطي رأيي كمتلقي ومتذوق للكلمة الجميلة، وكلمتك تستحق أن نمتثل إليها امتثال المعتز بقائلها وكاتبها، وأنت مستحق لكل مجد وكل سؤدد وكل رفعة، وهذه حقيقة لا مجاملة فيها ولا مراءاة. عن الأخلاق أستاذ أحمد، عن الأخلاق ولزوم أن يكون الشعراء رسلا ينادون بقيم التعايش والأخلاق الحسنة، وأن ينتصروا للإنسانية والإنسان في كل مكان، حدثنا عن إنسانية القصيدة. القصيدة أم الشاعر؟ يعني هو السؤال عن النص أو صاحب النص؟ عن كليهما. أنا يعني أنا بصراحة يعني هذا الكلام يعني طالما تطرقنا إليه في نقد الأشخاص الذين لا يوافق شعره، لا يوافق شعرهم حالهم. يا سلام. وأنا أتمنى أنه أنا لي رأي في هذه المسألة، أن نفصل بين الشاعر والشعر. فالشعر هو ما نريد من الشاعر، لا نريد الشاعر بذاته، بل نريد من الشعر. لكن ألا يمكن أن يقود هذا أستاذ أحمد، ألا يمكن أن يؤدي هذا بالجمهور إلى فقدان الثقة بالشاعر حينما لا يكون على قدر كبير من الأخلاق التي ينادي بها، أو لا يقاربها مثلا؟ نعم يا صديقي، الشاعر ليس أستاذا وليس قدوة كما أقول. يعني الشاعر بحد ذاته بالعكس، يعني الشاعر هو إنسان قد يكون آثم، عاصي، مخطئ، مسرف على نفسه، لكنه مبدع. نعم. فالتاريخ حافل مثل هذا النماذج، يعني إليك أبو نواس مثلا، لا أحد ينكر شاعريته على 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 فساد أخلاقه كما يقال. نعم. فنحن نريد من الشاعر أن نحاكم الشاعر في جودة شعر، يعني ما يعني لا تنفعني أخلاق الشاعر مع الشعر الرديء، ولا يعني ينفعني شعره الحسن مع أخلاقه الرديئة أيضا، قد يقول قائل. نعم، هذا قد يقول قائل، لكن أنا في النهاية أتعامل مع النص. نعم. لن أعايش شاعر. جميل. أعايش نصه. لا أريد أن أدخل معك في مساجلة في هذا. نعم. الموضوع لا بأس. طيب حدثنا باختصار عن موقع الشعر. أنا لا أريد أن يفهم كلامي. لا، لن يفهم على عكسه، ولك أن تتمم فكرتك إن كان فيها تتمة. نعم، لكن هي القضية، قضية أنه الشاعر أيضا يعني إذا كان صاحب يعني اتخذ طريق الرسالة الشعرية، فنحن لدينا أصدقاء كثر. نعم. أصحاب الرسل في الشعر. لا، أنا لا أريد أن أحمل الشاعر هذه المسؤولية، مسؤولية الرسالة، أنه مصاحب رسالة. لا أعتقد إلى هذا الحد يذهب أن يكون الشاعر بمقدار ما هو يعني إنسان يعني خاص، يعني في له خصوصيته في. نعم. أخذ الجميع عالم آخر، في أخذ الجميع إلى عالم آخر، دون أن يفرض عليهم، دون أن يملي عليهم. نعم. دون أن يكون مثلاً نموذج يريدهم أن يتبعوه، هو يرسم لهم العالم الذي يراه أجمل وأفضل. حسن. وأحسن، ويقودهم أو يدلهم عليه، يؤشر لهم عليه فقط. لكن الرسالة الحسنة والعالية إذا حضرت في شخصية الشاعر إلى جانب شعره وأفكاره الخاصة طبعاً، فهذا نور على نور أيضا. نحترم هذا، نحترم هؤلاء الشعراء من أصحاب الرسائل، سواء كانت سياسية أو دينية أو إلى آخره، لكن. نعم. لن يكون الشاعر في يوم من الأيام، أقل أن نتحدث عن وجهة نظر طبعا، لن يكون واعظا أو. نعم. سياسيا. نعم نعم، لن يكون مثلا أو قدوة لأحد. أحسنت أستاذ أحمد. طيب ماذا عن موقع الشعراء في مشروع بناء الحضارة الكاملة؟ أين ترى الشعراء من مشروع حضارة الإنسانية؟ أين موقعهم؟ هل لهم موقع ومكان؟ الشعراء في الصفوف الأولى طبعا، في 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 المقدمة، عندما نتحدث عن يعني إرساء الحضارات وإظهارها ويعني إبرازها. الشعر يعني في كل الأمم، ولا أتحدث عن اللغة العربية، يعني في الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية والحضارة الفارسية، كان الشعر يعني حاضرا وبقوة كعنوان بارز من عناوين الثقافة والحضارة في. نعم. كل أمة. إلى قصيدة جديدة أستاذ أحمد، وكلنا شوق إلى القصيدة التالية التي ستقرأها علينا، تفضل، لك المنبر والكلمة. قصيدة أيضا أنا ذهبت فيها إلى الهم العربي، وقادني إليها في بدايات الأزمة الحرب الروسية الأوكرانية،
والكثير من المواقع الإخبارية، سواء كانت عربية أو غير عربية، كانت نعم يعني تتعاطف إما مع هؤلاء وإما مع هؤلاء، وهي حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، فنحن يكفينا ما لنا وما بنا من مصاب وحروب. أحسنت. لكني أقول في هذا الصدد، الذين يعني تعاطفوا كثيرا مع أزمة أوكرانيا مثلا وتناسوا أزمات، الأمة العربية والإسلامية، نعم، أقول لهم تفضل. أضيق اليوم بالأشعار ذرعا، فقد أحسنت يا أحزان صنعا، لمن يا شعر تقترح الأغاني إذا نزفت عيون القلب دمعا، لأن الريح لم ترحم خيامي ولا أوتادها دقا وقلعا، لماذا ترقصون على ضجيجي؟ يا سلام، أتطربكم طبول الحرب قرعا؟ على كييف ناحت نائحات وعين الموت قد قرت بدرعا، لماذا ترقصون على ضجيجي؟ أتطربكم طبول الحرب قرعا؟ على كييف ناحت نائحات وعين الموت قد قرت بدرعا، أهزت شقرة الأطفال فيكم ضميرا غاب عن أطفال صنعاء؟ أما جاع العراق ولم ترق بحرب لم تدع للنخل جذعا؟ يا الله، أهزت شقرة الأطفال فيكم ضميرا غاب عن أطفال صنعاء؟ يا سلام، أما جاع العراق ولم ترق بحرب لم تدع للنخل جذعا؟ أتوجعكم بكييف الضحايا وغزة تنجب الأطفال صرعا؟ يا سلام، أكان نصيبكم فيها حياة وكان نصيبنا خوفا وقمعا؟ اي والله، فليست قسمة الأعداء ضيزا، ولكن تدفع الأهوال دفعا، فإن سلمت كن حملا وديعا، ولكن لا تلم من كان ضبعا. يا إلهي، لنا 20 عرشا والرعايا ترى أوطانها 20 مرعى، ونسأل كهفنا كم قد لبثنا ودون إجابة نزداد 9، ونسأل كهفنا كم قد لبثنا ودون إجابة نزداد 9، عصى فرعون موسى ليس موسى، وسحار وثعبان وأفعى، ومن أقصى المدينة ليس يأتي سوى هامان بالأغلال يسعى، يا الله، يبشرنا القميص ولا حياة لمن يدعو ويكفر حين يدعى. ما أجملها من رسالة، ما أجمله من انتماء للجرح العربي، ما أجملها من تعرية عظيمة للواقع الكاذب بمناصرته لبعض الناس على حساب الناس الآخرين، والتفرقة بالنصرة لمن يتألمون، حينما يكون الانتصار فقط للشكل وليس للإنسان والإنسانية. هذه المعاناة التي جسدتها بقصيدتك أستاذ أحمد تستحق أن نتوقف عندها كثيرا. أحسنت فعلا أستاذ أحمد، لا فض فوك. الحديث الآن أستاذ أحمد عن الشعر واللغة وأهميتهما من أجل الارتقاء بالوطن الذي ننتمي إليه، وبالتالي النهوض بالمجتمعات العربية وواجهتها الشعراء والمثقفون. نعم، أعتقد أنه الشعر يعني شكل القصيدة ولغتها وما فيها من يعني أشكال وأنواع. طبعا القصيدة العربية، أنا من أنصار القصيدة العمودية كما تعلم يا عزيزي مصطفى، والكثيرون يميلون إلى إحياء القصيدة العمودية وإعطائها مكانتها الحقيقية في هذا الوقت الذي يعني انصرف الكثيرون إلى ما يسمى بالشعر، الشعر النثر. نعم، وهذا لنا موقف، يعني ليس هذا مقام، ولكن يعني نحن نريد للشعر أو لغة الشعر
أن تكون لغة صادقة يا قبل سلام كل شيء. يا يعني سلام، لا يهمنا التقعير في اللغة، ولا يهمنا جزالة أحسنت. اللفظة أو رقة اللفظة، الأسلوب السهل الممتنع، الأسلوب الكلاسيكي، الأسلوب الكذا، فكلها تخدم القصيدة وكلها وتخدم يعني مختلف الأذواق من المتلقين أيضا. مختلف الأذواق. فبالتالي يعني الشكل ولغة القصيدة مع ميلي طبعا، كما تعلم وكما أنت مطلع على تجربتي عن كثب، فأنا أميل إلى القصيدة اللغة السهلة العمودية. الممتنع، نعم، في القصيدة العمودية واللغة القريبة من التناول، فأعتقد أن الرسالة تصل بشكل أسرع إلى المتلقي في أحسنت، هذه الحالة. أحسنت كثيرا. في الختام أستاذ أحمد، كلمة من أجل الأردن الذي نحبه وتحبه، ماذا تحب في الختام أن تقول؟ والله الأردن يعني ليس وطني فحسب، بل هو وطن الجميع، وأنا أسميه أبو الأوطان، يا يعني سلام، في مواقفه السياسية ومواقفه العروبية الصادقة. أتمنى لوطننا وكل الأوطان العربية الواحدة الشقيقة يعني الخير والسلام، أن يعمها الخير والسلام والعزة بإذن الله. والتمكين. وعلى الصعيد الثقافي أن الحال أن تصبح أفضل وأحسن يعني في الأيام القادمة أو في بإذن الله رب المستقبل. العالمين، بأمثالك سيظل أفضل، ويكون للشعراء دائما يعني السبق، ويتأولون الصفوف الأولى حتى يقودوا أمتهم مجتمعة إلى المجد والرفعة، وأنت من هؤلاء ولا شك. أستاذ أحمد الدقس، الشاعر الأردني المتميز والجميل، وصلنا إلى الختام. في الختام ماذا تحب أن تقول إن كان هناك قفلة معينة؟ لا أجد يعني عبارات أخرى يعني أكثر من الشكر الصادق ومن تسلم القلب تسلم. لشخصك الكريم، وأنت الصديق والشاعر الذي يعني له مكانة عندي خاصة، سلمت وغنمت. ولقناتكم الكريمة ولبيت القصيد بورك البرنامج فيك. يعني الذي يعني أثبت أنه يعني يؤدي رسالة مهمة في خدمة الثقافة العربية هذا واجبنا. دون تخصيص ودون يعني أي أطماع أو غايات. فشكرا شكرا لكم لك أيضا. وأتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاح. ولكم كذلك نتمنى المزيد، أو نرجو المزيد من التوفيق والنجاح. الشاعر أحمد الدقس من الأردن، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى، دائما كونوا بشعر وسعادة وإنسانية لا تنتهي، ودائما كونوا على أمل. في أمان الله.